السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة في الموعد نلتقيكم عبر فضائية الشروق شمس السودان الجديد، أهلا بكم كثير. بالأمس يمكن كلنا تابعنا أول أمس تقريبا كان التصريحات وكانت القرارات بأنه يتمدد الحظر لمدة 10 أيام أخرى من 19 يونيو وحتى 29 من شهر يونيو الجاري، وكان في كثير من الإرهاصات وكثير من نقدر نقول يعني التصريحات ما بين إعلاميين وناقدين وحتى المواطنين اللي كان عندهم آراء وعندهم كثير من ما بين مؤيد وما بين معارض. حنشوف ما بين مؤيد وما بين معارض أكيد كلها بتجي تحت نطاق الجانب الاقتصادي، لأنه أصبحنا في وضع يعني لابد أنه نتعايش مع فيروس الكورونا، الفيروس الخطير الغزا كل العالم وغير موازين كل الدول بما فيهم السودان، فأصبحنا نتعايش مع هذا الفيروس ودي حياتنا لابد أنه عشان نقدر نستمر فيها. هنتكلم عن الحظر وامتداده أكثر للمرة الرابعة وتأثيرات على تأثير هذا القرار على الاقتصاد المباشر بالنسبة لنا كأفراد وأيضا كدولة. سعيدة في هذه المساحة يكون معي الضيف دكتور محمد الناير خبير اقتصادي، مساء الخير عليك. مساء الخير، مرحب بك رشا، والتحية لقناة الشروق ولكل المشاهدين داخل وخارج السودان. مرحب بك كثير دكتور. الحديث ما بين مؤيد وما بين معارض لتمديد الحظر مرة أخرى، طبعا هي القرارات بتكون نافذة يعني حتى إذا الناس هي مؤيدة أو معارضة. بالتأكيد أنا ضد تمديد الحظر بالشكل الذي كان عليه، وليس في التمديد الأخير فقط ولكن منذ التمديد الماضي الذي انتهى 18 يونيو. أنا أفتكر كان ممكن الدولة تعدل في هذا الإجراء بأن يكون الحظر من السادسة مساء للسادسة صباحا أو من الثامنة مساء للسادسة صباحا، وده كثير جدا من دول العالم مشت في هذا الاتجاه بحكم أنه في شرائح كثيرة جدا تأثرت من الإغلاق الكامل. الآن ما هو معلن هو إغلاق كامل. يعني تنظر للموضوع بجانب الاقتصادي، هنتكلم عن الأبعاد الاقتصادية. يعني الآن ما هو معلن إغلاق كامل، لأنه الحرية بتاعت الحركة من الثالثة صباحا حتى الثالثة كانت قبل الحظر الماضي كان من الثالثة للساعة الواحدة ظهرا، والآن امتد للثالثة. هذه المساحة يفترض أنها مسموح للشخص أن يتحرك في إطار المنطقة الجغرافية الخاصة به، ولا يسمح له أن يمشي يعني يذهب إلى مكان بعيد. بالتالي في شرائح عمال يومية الذين ينتهلون مهن حرة، الحرفيين الذين يعتمدون على رزق اليوم باليوم، ودي كل معاشهم بيتوقف على دخلهم اليومي، كل هذه الشرائح تأثرت كثيرا لأنه الإغلاق امتد الآن حوالي 3 أشهر الآن. ولا زال الوضع يعني من غير المعروف أن الدولة بعد 29 ستمدد مرة أخرى أم لا، ولكن نقول أن الإغلاق أثر على الجميع سلبا، أثر على الدولة. نبدأ بالدولة في المقام الأول، الدولة تأثرت مواردها بشكل كبير جدا بسبب الإغلاق، ولعل تقليل أداء الربع الأول، حتى الآن النصف الأول لم يعلن ولم يكتمل النصف الأول، الربع الأول إيرادات الدولة حوالي 70 مليار جنيه، في حين أن المستهدف للربع الأول كان 142 مليار، يعني الأداء أقل من 50%، وده منعكس سلبا على أداء الموازنة وأداء الدولة بصورة كبيرة. هناك عائدات كبيرة جدا، هناك تكدس في مناطق حيوية كالمواني البحرية وغيرها من الأشياء، دي كلها أثار سالبة على الدولة بصورة أساسية. لكن بجانب آخر الجانب الصحي، نحن نريد أن نوازن بين الحفاظ على حياة الناس من جهة، وما بين أن لا يتأثر الشخص بأن يكون موجود في البيت، لا لديه السلع الاستراتيجية، لا يستطيع أن يشتري هذه السلع وغيرها من الأشياء. نحن نقول أن الإغلاق الكامل نفذته كثير جدا من الدول بنجاح، ولكن هذه الدول لديها إمكانات وقدرات عالية تستطيع أن توصل لأي شخص محتاج السلع الضرورية والأساسية مجانا حتى باب منزله. والدولة في ظروف ظل الظروف الاقتصادية الاقتصاد السوداني حاليا من رابع المستحيلات أن تستطيع الدولة أن تقوم بتوصيل هذه السلع مجانا للمواطنين في مواقعهم أو في منازلهم. بالتالي لا بد من المراعاة ما بين الحفاظ على صحة الناس وحياتهم في هذا الأمر، وأيضا تحريك النشاط الاقتصادي بصورة متدرجة. إلى متى سيكون هناك إغلاق كامل؟ أنا أتحدث وفترة الحركة المسموح بها من 6 للساعة 3 هي ما حركة واسعة، ما بتخلي الشخص يتحرك من منزله إلى مكان العمل لأعمال حرة وغيرها من الأشياء، بل هي حركة محدودة فقط. لذلك أنا بعتبره إغلاق كامل. كان يفترض يتحول إغلاق جزئي من الثالثة مساء حتى الثالثة صباحا، ده كان بيمكن شريحة كثيرة جدا في المجتمع أنها تعمل، القطاع الخاص يعمل بصورة كبيرة جدا، والدولة نفسها القطاع العام يعني يعود إلى العمل ولو بنسبة.
يعني يمكن أن يعمل بطاقته 50% للعمل وفقا لإجراءات صحية واشتراطات محددة، لابد أن يعود النشاط الاقتصادي باشتراطات صحية مناسبة. ولكن دكتور في خوف أيضا من انفجار صحي ممكن يحصل، يعني إذا كان حاليا في الإغلاق ده وفي الحظر ووصلنا لليوم الواحد ل 300 حالة وأكثر، طيب إذا حصل في انفتاح والناس اتحركت على مكان عمل، نتوقع في اليوم في كم حالة وفي ليها كم سرير وفي كم مستشفى مفتوحة عشان تستقبل الحالات دي؟ صحيح انه القطاع الصحي في السودان غير مؤهل وغير مستعد لاستقبال يعني مزيد من الحالات، خاصة انه الان كل المستشفيات الان لم تعمل بالصورة المطلوبة ولم تستقبل حتى الحالات التي لا تعاني من امراض اخرى بخلاف كورونا. انا افتكر دي مشكلة حقيقية، ولكن هذا الامر لا يجعل الدولة تستمر في الاغلاق الكامل لفترة طويلة، لأنه انعكاس هذا الأمر على المواطنين من خلال مدخراتهم أو أموالهم المتاحة لديهم قد تنفذ السلع نفسها الموجودة المتاحة لديهم. نحن الآن نرى أن الاقتصاد السوداني الآن سيعاني في المرحلة القادمة بخلاف ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة، قد يعاني من نقص في سلع كثيرة جدا، وعلى رأسها هذه السلع الاستراتيجية والضرورية الدواء. على سبيل المثال الدواء الآن مشكلة حقيقية الآن تواجه الاقتصاد السوداني وتواجه القطاع الصحي تحديدا، اللي هي قضية الدواء، والدولة لم تستطيع أن توفر الدولار لاستيراد الدواء، وبالتالي نجد أن الكثير جدا من الصيدليات نلقى الأرفف أصبحت خالية من أبسط المقومات اللي هو البنادول وأدوية يعني بسيطة جدا كانت متواجدة في السابق. بالتالي لابد الدولة أن تدرك أن تجري سياسات تجعل هناك موائمة بين الحفاظ على حياة المواطنين وإجراءات صحية مشددة، وما بين إطلاق يد الاقتصاد وبدء النشاط الاقتصادي في عمله بصورة كبيرة وفق الاشتراطات الصحية. هناك شيء آخر، الدولة تعلن الإغلاق الكامل الآن، ولكن عمليا على أرض الواقع لا يوجد إغلاق كامل. الآن الأسواق تعج الآن بازدحام كبير جدا ومسافات متقاربة لكثير جدا من البعض وغيرها من الأشياء، حتى المحلات التجارية الغير مصرح لها بالعمل الآن هي تعمل وعملت فترة في الخفاء، يعني الشخص يكون أمام المحل التجاري اللي ما مسموح بها زي المغالق أو محلات الملابس، أمام المحل وحينما يأتي الشخص الذي يريد الشراء يعرف طلبه ويتفق معه على السعر ويدخل سرا إلى المكان ويخرج هذه السلعة، ودي برضو تنعكس سلبا على المواطن باعتبار أنه أسعار السلعة بتكون مضاعفة باعتباره باع في ظروف غير طبيعية. كذلك وسائل النقل الآن تعمل ما مسموح لها بالعمل، الآن تعمل في ظروف غير طبيعية وأحيانا تغرم، وبهذه الغرامة التي تدفع يعمل في مجال النقل والمواصلات. لذلك أنا أقول للدولة أنت تفرض الآن حظرا كاملا وهو غير مطبق بالكامل، تطبق بالكامل كان المفروض الدولة توفي لكل المواطنين باحتياجاتها في مواقعهم. لذلك كان من الأفضل أن يكون حظر من السادسة مساء للسادسة صباحا، وتحكم الدولة في بدء النشاط الاقتصادي تدريجيا حتى يعود النشاط الاقتصادي إلى أعلى مستوياته بالتدرج. نعم، حتى أنا كنت بلاحظ كثير انه في حركه كبيره في الشارع، يعني الحظر هو فعليا ما مطبق بصوره المطلوبه، ولكن الحظر هو حاصل على شنو؟ البنوك، المؤسسات، الشركات، واللي هي دي المؤسسات المفروض هي تشتغل فعليا بدل ما هو المواطنين اصلا متحركين ولكن بدون انتاج. بالتأكيد المؤسسات الحيوية كالبنوك، البنوك توقفت لفترة طويلة أيضا وده كان عنده أثر كبير جدا، البنوك لم تعمل وتبدأ عملها إلا قبل عطلة عيد الفطر المبارك بأيام قليلة، وكنا نحذر أن البنوك لا بد أن تعمل في وقت مبكر حتى تستطيع كل المواطنين أن يصرفوا رواتبهم سواء كان في المركز والولايات. ولكن البنوك الآن تعمل وتؤدي خدمة مصرفية متميزة، ولكن القضية قضية تحرك المواطنين والشرائح الضعيفة. الشرائح الضعيفة والفقيرة ومحدودي الدخل والذين يعتمدون على رزق اليوم باليوم والذين يعتمدون على أعمال حرة والحرفيين وغيرها، هذه الفئات من المستحيل أن تستطيع الدولة أن تبقيها بقوة القانون في منازلها، والآن كثير جدا منهم يذهب للبحث عن رزق. كما ذكرنا إما أن تكون دولة لديها إمكانات وقدرات اقتصادية عالية تستطيع أن توفر لكل المواطنين احتياجاتهم، وبالتالي تستطيع أن تلزم بنص القانون أن لا يخرج خارج إطار منزله، وإما أن تتراخى الدولة حتى في القرار الذي صدر الآن. أنا في اعتقادي أنه الحظر الكامل نسبة تطبيقه غير مرتفعة، نسبة أتوقع أنها تكون في حدود 50-60%، وبالتالي من الأفضل كان الدولة تحول القرار إلى حظر جزئي لمدة زمنية محددة الفترة المسائية، وكان ممكن يكون أجدى للنشاط الاقتصادي والدولة نفسها إرادة الدولة بتعود والناس تقدر تتحرك لعمل حرة، والذي يذهب إلى
عامل البناء او عامل السباكه او الكهربي او غير، كل الذين يذهبون البحث عن الرزق يجدون اعمال مشروعه كبيره. نعم، الحاجه ممكن تكون مخيفه في المرحله المقبله مع الظروف المحيطه انه يكون في شخص لا قدر الله هو محتاج وتظهر لنا افرازات اخرى في المجتمع زي السرقه والنهب وغير من التفاصيل، نحن بنخاف انها هي تكون نتيجة لإفرازات الضغط الاقتصادي اللي بيكون حاصل على بعض الفئات المحتاجة. حجي أشوف تعليقك دكتور، نشوف مع بعض المادة الدرامية دي عن الكورونا ونرجع مرة ثانية. مرحبا بكم، بس كبسول معايا مش قال لكم اقعد بس في بيتكم من المرض؟ قالوا لا لا، لكن زهقت والله، زهقت من قعد البيت. حرام ليه مش وريت يا اخي؟ يا اخي زهقنا يا كبسول يا اخي. انت مش من قعد البيت يا اخي؟ يا اخي انت مش احسن لك من بعد مرض؟ ها طيب نحن قعدنا في البيت. انت حايم مالك؟ انا ما توعي يا اخي، انا شغال توعي توعي يا اخي. والله زهقت يا اخي، عندك كلام كله جوا جوا بيتكم. بس خبرك الحله دي كرهتني الى ذاته يا اخي. كرهت كيف يعني؟ عديل كرهتني. افتح الباب، انا جوا. هات النور، هات النور. ده تشفني انا دول قلوبة البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام يا كبسول، في شنو؟ داير شنو؟ والله توية. توية عن شنو؟ كورونا. لا حول. كبسول انت جديد 7 مرات صح؟ نعم. كبسول انا معلم، انا استاذ، انا مدرس، يعني معلم اجيال، انا عارف الكورونا شنو. شنو كورونا؟ الكورونا يا كبسول فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، بيدمره. عرفتها؟ وسموها كورونا لانها بتشبه التاج الملكي. بعدين يعني احنا عشان نغسل نفسنا من الكورونا نغسل يدينا بالمويه والصابون، نبعد من الزحام ومن التجمعات. طيب اها، الكورونا اذا لمست انفك وعينك ولا خشمك بتدخل، دي اماكن الدخول بتاعت الفيروس بتاع الكورونا، عشان كده نعمل حسابنا ما نودي يدنا لوشنا. بعدين يا اخي اذا حسيت بانك انت عندك اعراض الكورونا واعراض الكورونا يا كبسور عطاس وقحه ناشفه وحمى وصداع والم في الحلق، جفاف في الحلق، عشان الجفاف في الحلق ده ان احنا نقدر نحاربه نشرب مويه كل ربع ساعه، المويه دي بتنزل الفيروس في المعده في الحمض الغلوي يا كبسور، الحمض الغلوي ده بيدمر الفيروس. يا كبسور الزم بيتك وانا الزم بيتي وربنا يرفع البلا يا اخي. يا ناس انت مثلا انا يعني عارف اي حاجه؟ ايوه عارف اي حاجه، والله يا كبسور تاني تجيني هنا انا ارحل اخلي لك الحته دي. انا جيت كم مره يا اخي؟ جيتني 7 مرات. اها قبال كده جيتني في الجدري، الليله جايين في الكورونا يا اخي، انت مالك معايا يا اخي؟ يعني انت مثلا نظام عارف اي حاجه؟ ايوه انا عارف اي حاجه، انا معلم يا كبسول. يعني اسالك سؤال. ازال. نظام انت معلم؟ ازال. الفرق شنو بين النزله والكورونا؟ كبسول. ايوه. لا اله الا الله محمد رسول الله. اخطاني يا كبسول. انت كنت معلم. انت كنت معلم برضه يا معاك معلم. تزوق؟ دخلوا. تزوق؟ هي شفت قال لك. والله انا بالحله دي يا انا يا الكورونا بس. اهلا من جديد وكل التحايا لكبسور على المجهود الدرامي والتوعوي الكبير جدا دكتور فيصل احمد سعد، له كل التحايا.
يعني شفنا جرعة توعوية ممكن، والجهة الأجهزة الإعلامية كلها بتقوم بالدور لنشر التوعية أكثر لكل المواطنين، ولكن بتجي الظروف أحيانا بتكون ضاغطة أيضا على المواطنين، سواء كان زي اللي شفناه في بداية المشهد بقول لك أنا زهقان، يعني أغلب الشباب بقول لك زهقانين، فبالتالي بتحركوا لوسط الحلة بيلعبوا بيغيروا جو وبرجعوا، للأسف ده هو سبب ممكن يزيد لنا الحالات في بعض الأحيان. بدينا نتكلم عن الفئات اللي ممكن تكون هي محتاجة وبتسترزق رزق اليوم باليوم، وجل حظر وعطل لها كل أعمالة دي، فبقت من الفئات المحتاجة. شنو ممكن يقدروا يعملوه إذا هي الدولة ما قدمت لهم أي مساعدة وما بتقدر تقدم لهم في ظل الظروف اللي كل الناس عارفها؟ التحية للدكتور فيصل، يعني كما أكدت على ذلك وهو قدم عمل درامي متميز، ونؤكد أن السودان مليء وزاخر بكفاءات كبيرة في مجال العمل الدرامي، ورسالة إعلامية متنوعة، والعمل الدرامي يعتبر مهم جدا في توصيل رسالة بأسهل وأيسر الطرق إلى المواطن البسيط. وبالتأكيد الهم هذا الهم بتاع التوعية هم الجميع، كل وسائل الإعلام مهمتها في هذه التوعية. ولكن نتحدث فعلا عن الفئات البسيطة في المجتمع أو ذات الدخل المحدود أو التي تعتمد على رزق اليوم باليوم، دي لابد أن تخرج للعمل. يعني لا يعقل أن تبقى في المنزل طالما أن ليس لديها ما يمكن أن يكفي المنزل أو الأسرة بصورة أساسية. ولكن الآن أعتقد أنهم بدوا حتى يقوموا بالأعمال في المجال المحيط للحي، إذا في بعض الأعمال، إذا كان شخص بيعمل في مجال البناء على سبيل المثال وجد بناء في المنطقة القريبة من المنزل، هناك أيضا كثير من الممارسات لوجود معسكرات في أماكن البناء. يعني إذا في مقاولات مثلا لعمارة أو شكل بتاع إنشاء مبنى كبير جدا، الشخص لا يستطيع أن يذهب ويعود إلى مكان السكن، استطاع يعني أن يرحل، ودي كلها ضغوط الحياة، لأنه كما ذكرت إما أن تكون الدولة قادرة على توفير كل متطلبات الحياة لهذه الشرائح وتلزمها الوقاية في المنزل، أو تكون هناك مرونة كما يحدث الآن في هذا الأمر، وبالتالي كثير جدا من عمال البناء يكونوا متواجدين بصورة مستدامة في موقع العمل، لا يعودوا إلى منازلهم، وهذه ضغوط الحياة تضطرهم لهذا الأمر. بالتالي نحن نقول أن الدولة عليها التزامات، لابد أن الدولة تكون قادرة على الوفاء. كلما استمرت الدولة في إطالة أمد الحظر كلما يكون لديها مسؤولية توفيها تجاه المجتمع. وزير المالية تحدث عن البرنامج بتاع الدعم الاجتماعي، ولكن في اعتقادي هذا البرنامج لن يفي الدور المطلوب منه. إذا بيتحدث عن 3000 جنيه للأسرة، حوالي 500 جنيه للفرد تقريبا، هذا المبلغ لن يستطيع أن يفي احتياجات الأسرة على الإطلاق. إذا شهدنا معدل التضخم الآن وصل الشهر الماضي حسب الإحصاءات الرسمية جهاز مركز الإحصاء 114%، هذا رقم مزعج، رقم مخيف، ثلاثة أرقام في معدلات التضخم هي مسألة مزعجة. بالتالي في ارتفاع كبير جدا في أسعار السلع والخدمات، يعني حتى الذين يعملون أعمال حرة وغيرها من الأشياء ومهن الحرف وغيرها، العائد الذي يأتي إليه قد لا يعني يغطي متطلبات الحياة بصورة أساسية. لذلك نأمل أن الدولة يكون هذا التمديد الأخير بعد يوم 29، إما أن يكون هناك إطلاق للاقتصاد أو إعلان حظر جزئي يكون في الفترة المسائية فقط، حتى تستطيع الدولة جدا من الشرائح أن تذهب عملها دون تعقيدات. هناك عيب آخر، يعني زادت تكلفة المواصلات بصورة كبيرة جدا في ظل كورونا، استغلال للموقف. يعني الشخص بدل يذهب لمكان عمله بعشر جنيهات في السابق، أصبح الآن مطلوب منه أن يذهب إلى مكان عمله بخمسين جنيه، وقد تصل مئة جنيه. يعني دي برضو عيب إضافي على هذا الأمر، جعلت يعني تعرف المواصلات بعد النشاط الاقتصادي يعود هتكون تعرفة مختلفة تماما عن السابقة قبل كورونا فيروس، هيكون الوضع مختلف تماما، وبالتالي سيفاجأ الشخص إذا كان ماشي الجامعة أو ماشي المدرسة أو ماشي العمل قد لا تكفيه 200 جنيه في اليوم ذهابا وإيابا فقط بدون وجبة الفطور. وهذه مشكلة حقيقية، الدولة لابد أن تدرك الآثار السالبة للحظر على الدولة نفسها وعلى الشرائح الضعيفة وعلى كثير جدا من الأنشطة الاقتصادية في المجتمع. صحيح، يعني والفئات حتى بتركب هي المواصلات وبتحتاج انها تركب بتكون هي يعني في بعض منها بيكون رزقها اليوم، يعني اذا قلنا بايعات الشاي، اذا قلنا عاملات في المنازل، ده غير الطلبه اللي حينزلوا بعدين بعد الحظر اذا ما تمدت. الفئات دي هي اصلا بتكون محسوبه انه هي رزقها اليوم باليوم كذا، ف
فبيجي على عبء كبير جدا اللي هو عبء المواصلات. بتيجي تتكلم مع سائق الحافله بتلاقي انه عنده عبء اخر اللي هو الجاز او البنزين. فالمنظومه تخليه هي دائريه كده ومتكامله مع بعضها البعض. لكن في المقابل اذا بعد 10 ايام الحظر هو انتهى، يمكن انت ضد انه الحظر يكون من فتره نهاريه، شايف انه المفروض يكون فتره مسائيه، ولكن اذا انتهى الحظر والناس رجعت عايشة حياتها بشكل طبيعي جدا، مع انه الأغلبية كمان عايشة حياتها، وده ظاهر في الشوارع جدا، في حركة العربات، حتى في وجوده في الارتكازات بتلقى عدد من العربات كبيرة واقفة جدا عشان توري تصاريحها. فده ممكن يكون في الأيام العادية حاصل. بيكون في ضغط كبير جدا على المستشفيات اللي هي في جزء منها مغلق مقفول، في جزء منا هم ذاته محتاجين لدعم اقتصادي عشان يرفعوا شوية من البيئة الصحية في المستشفيات، وهنا الخطر حيكون أكبر. بالتأكيد هناك دعم اقتصادي قدما من المجتمع الدولي لمجابهة كورونا، ولكن كما ذكر هذا الدعم قد لا يكون وجه للشكل أو للجهة المطلوبة القطاع الصحي تحديدا، وكان ممكن هذا الدعم الكبير أن تعالج منه مشكلة الدواء، لأن الدواء هو جزء أصيل من المنظومة الصحية، وكذلك المرافق الصحية وإعدادها وتأهيلها وغيرها من الأشياء. ولكن نستطيع أن نقول أن مؤشرات الإصابات الآن وعدد الوفيات لن يتغير إذا الدولة أعلنت من الثالثة مساء للثالثة صباحا على الإطلاق. لماذا؟ لأنه الآن الحركة الطبيعية الآن للفترة الصباحية بخلاف قطع الكباري، يعني هسه الآن الحاجة الوحيدة اللي فيها تشدد هي عبور الكباري، ولكن نقولها بصراحة أن هناك من يقومون بترحيل المواطنين من 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 من, من, من غرب النيل إلى شرق النيل أو غيرها من الأشياء بمبالغ قد تكون خيالية، 150 جنيه وغيرها من الأشياء، هناك ممارسات كثيرة جدا تمارس. بالتالي أنا باعتقادي الدولة ظاهريا هي تعلن إغلاق كامل، ظاهريا هي تعلن مساحة من الثالثة صباحا للساعة الثالثة للحركة داخل المنطقة الجغرافية، ولكن عمليا على أرض الواقع ما يحدث الآن من خلال التطبيق هو كأنه الحظر من 6 ل 6 صباحا. لذلك على الدولة أن تراجع سياساتها وتراجع قرارها وتعلن هذا الأمر بصورة صحيحة، حتى لا يتحمل المواطن عبء مواصلات مرتفعة التسعيرة، عبء سلع يكاد يكون يتم بيعها في الخفاء وغيرها من الأشياء. إذن الدولة أنا في اعتقادي لن تتأثر الإصابات أو معدل الإصابات أو زيارتها إذا معدل الدولة في قرارها من 6 مساء ل 6 صباحا. نعم. طيب إذا انفتحنا شوية وطلعنا خارج السودان وتكلمنا عن تأثير الكورونا عموما على الاقتصاد حتى في البلدان الكبرى، معالجتها كانت كيف وآليتها للتعامل مع الكورونا؟ بالتأكيد الكورونا أثرت في الاقتصادات العالمية بصورة كبيرة جدا، وأدت لتراجع احتياطيات نقدية لدول كثيرة جدا، دول الخليج تحديدا كان لديها احتياطيات ضخمة جدا، تراجعت هذه الاحتياطيات بفضل تراجع أسعار البترول بصورة كبيرة. معروف أنه أمريكا كادت أن تصل شركات النفط الصخري حافة الإفلاس الكامل، بعد أن وصلت في إحدى جلسات التداول إلى أن يكون سعر البرميل بالماينس أو بالسالب بالنسبة للنفط الصخري. من المعلوم أن النفط الصخري تكلفته عالية وليس كالنفط الحفور الغير الطبيعي، بالتالي كثير جدا من الإشكالات واجهت الاقتصاد العالمي، وهناك أموال ضخت، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ضخت تريليونات الدولارات لدعم الاقتصاد. هذه دول عندها القدرة إنها تضخ في حماية الشركات من الإفلاس، حماية البنوك من الإفلاس، في تقليل معدل البطالة وغيرها من الأشياء، ورغم كل هذا لا يكفي، هناك ارتفاع معدلات البطالة وهناك تعقيدات كثيرة، ولكن دول مثل السودان لا تستطيع أن تضخ. ولعل وزير المالية تحدث في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن أن زيادة المرتبات واحدة من الآليات اللي هو بيعتبرها كضخ للسيولة لإنعاش الاقتصاد وغيرها من الأشياء، وهذا من الإطار النظري الصحيح. إذا كان المرتبات مولت من موارد حقيقية، إذا ضخها في هذا الوقت ممكن يكون هو ضخ لإنعاش النشاط الاقتصادي بصورة كبيرة، إنه السودان غير مستطيع إنه يدعم الشركات التي يمكن أن تعرض لإشكالات كثيرة، ولكن هناك سياسات كثيرة جدا اتخذها العالم ولم تتخذ في السودان حتى الآن. كثير جدا من دول العالم أجلت الأقساط بالنسبة للبنوك والتمويل، والذين لأنه الشخص حصل على تمويل ولديه أقساط شهرية، إذا كان النشاط الاقتصادي الطبيعي كان بيقدر يحصل الأقساط الشهرية ويدفع البنوك، ولكن في ظل الإغلاق الكامل لن يستطيع أن يوفي التزاماته، بالتالي الدولة بتأجل الأقساط، بتأجل الضرائب، بتأجل أشياء كثيرة جدا، ودي عندها انعكاس سالب على الدولة نفسها، على إيرادات الدولة، ولكن دي مسؤولية الدولة أن تقوم بهذا الأمر حتى يعود النشاط الاقتصادي تدريجيا إلى الأمام. ولكن نقول أن الاقتصاد العالمي بعد فيروس كورونا ستغير الخارطة الاقتصادية العالمية. أمريكا معروف إنها كان أكبر حجم اقتصاد في العالم، وكنا نتوقع خلال 10 ل 15 عام
أن تصبح الصين هي أكبر حجم اقتصاد على مستوى العالم، ولكن تفشي فيروس كورونا وسيطرة الصين بسرعة كبيرة جدا على هذا الفيروس وفشل أمريكا وأوروبا في السيطرة على هذا الفيروس حتى الآن، ده يدي مؤشر كبير جدا أن الصين يمكن أن تصبح أكبر حجم اقتصاد على مستوى العالم في خلال 5 سنوات قادمة، مع أنه المعلوم أنه ستكون في هناك حروب كثيرة جدا على مستوى العالم، منها حرب المياه، ولعل السودان يتمتع بامكانات كبيره جدا في المياه، ومن حرب على الغذاء ونقص الغذاء، والسودان يتمتع بامكانات وموارد كبيره جدا في هذا الاتجاه، والحرب التجاريه التي نشات قبل فيروس كورونا بين الصين وامريكا وقد تمتد اثارها، وهناك ما يعرف بحرب العملات، لانه العالم لن يوافق في المرحله القادمه ان يكون الدولار عمله قياس عالميه يقاس عليها الذهب والبترول، لانه هذه القرارات اتخذت في بريتون وودز 1944 بعد الحرب العالميه الثانيه، وكان الدولار عمله قياس عالميه وكان مسلوب بالذهب. اي دولار لديه ما يقابل يعني من الذهب موجود لدى البنك المركزي في امريكا، ولكن المشكله الاساسيه انه الان امريكا تخلت عن قاعده الذهبيه، واصبح الدولار يصدر بدون غطاء ذهبي، وبالتالي قد يحصل ما يعرف بحرب العملات، وهناك العمله الرقميه الان القادمه في الطريق، والعالم سيتشكل من جديد بالنسبه للاقتصاد بعد كورونا، ولكن على دول العالم كلها أن تعيد بناء احتياطاتها مرة أخرى من خلال زيادة حجم الصادرات وتخليص حجم الواردات حتى يستعيد الاقتصادات توازنها. طيب حنشوف التغييرات الاقتصادية الكبرى في الدول الكبرى دي حتنعكس علينا بأي شكل من الأشكال، المفروض نعمل شنو إحنا في المرحلة المقبلة بعد امتداد شهور من الحظر وعدم الانتاج الواضح جدا في كثير من الإمكانيات اللي ممكن تكون متوفرة عندنا ولكن عدم استغلالها بالشكل المفروض يكون عليه. حنطلع فاصل حنرجع إن شاء الله نتواصل مرة تانية الكورونا وتأثيرها على الاقتصاد. أهلا من جديد مشاهدينا في كل مكان، نتواصل معكم في الموعد ونتكلم عن الكورونا وتأثيرها المباشر على الاقتصاد سواء كان محليا أو عالميا. سعيدة بوجودك مرة ثانية دكتور محمد الناير خبير اقتصادي، وبديت أتكلم عن تغييرات كبيرة جدا في الموازين الاقتصادية في الدول الكبرى، فدلينا نشوف انعكاسها المباشر ممكن على السودان وحيعمل شنو في المرحلة المقبلة في ظل المتغيرات الكبيرة دي. بالتأكيد أولا السودان يتوقع يوم 25 يونيو الحالي مؤتمر أصدقاء السودان أو شركاء السودان اللي هو بينعقد في برلين أو في ألمانيا، والسودان يتوقع أن يكون هناك دعم عالمي للسودان، ولكن نحن لا نتوقع أن يكون الدعم كبير بالذات في ظل اجتياح كورونا العالم والظروف العالمية. ونأمل، أنا بعتبر أنه 25/6 ده تاريخ مفصلي، لأنه حكومة الفترة الانتقالية برئاسة دكتور عبدالله حمدوك وزير المالية يعول على المجتمع الدولي منذ تقلدهم هذه المناصب بصورة كبيرة جدا، ونحن نرى أنه كان ممكن يكون في برنامج وطني يعتمد على إمكانات وموارد السودان الطبيعية، وإذا أتى شيء من الخارج يكون إضافة للاقتصاد. ولكن نقول أن هناك بادرة أخرى، الكويت، دولة الكويت على سبيل المثال قدمت مبادرة لإنشاء صندوق بالنسبة لدول الخليج يدعم الاستثمار. نقول أن المرحلة القادمة كما ذكرنا أنا قبل قليل أن العالم سيعاني من إشكالات كبيرة، العالم الآن يصاب برعب كبير جدا من المستقبل اللي هو سيكون به نقص في الغذاء وارتفاع أسعار الغذاء بصورة غير مسبوقة، سيكون هناك حرب على المياه نسبة لشح المياه بصورة كبيرة جدا، سيكون هناك الكلايمت تشينج التغيرات المناخية، يعني التغير المناخي الآن ربما يعني لحكمة يعني يعلمها الله أنه الإغلاق الذي تم لكل دول العالم في فترة كورونا فيروس أو إغلاق المطارات، عدم عمل المطارات ووجود الطائرات، ومن الطرائف أن الطائرات لم تجد لها أماكن للبقاء كباركن أو كموقف في هذا الأمر، لأن الوضع الطبيعي أنه نسبة كبيرة جدا من الطائرات تكون يعني في الأجواء ونسبة قليلة تكون على الأرض، ولكن نقول أن هذا التوقف للصناعة وللحركة القطارات والطائرات وتقليل معدل السيارات عالج جزء كبير جدا من ثقب الأوزون اللي كان موجود، وبالتالي هي لحكمة يعني إلهية أنه ربما يكون هذا الأمر لخير بالنسبة للكرة الأرضية، أنه هذا الإغلاق قلل من معدل الأثر، لكن يظل الكلايمت تشينج أو التغيرات المناخية أثر كبير جدا، والعالم كله الآن في اجتماعات ضخمة تمت من قبل في قضية يعني مجابهة التغيرات المناخية، كل هذه الأشياء السودان لديه معالجات كثيرة لهذا الأمر إذا ما وجد رأس المال سواء كان الخليجي أو الخارجي كاستثمار،
واذا كان المبادره الكويتيه نجحت في ان يكون في صندوق بمبلغ معتبر، انا افتكر بيكون السودان من اول الدول، وذكر السودان في هذه المبادره من اول الدول التي يمكن ان تلقى هذه الاستثمارات، لان السودان يستطيع ان ينتج الغذاء للسودان ولهذه الدول التي انطلقت في العمليه الاستثماريه. نقول قدر من امكانات السودان، وكل المشاهدين يعلموها جيدا، لدينا حوالي 180 او ما يقارب 200 مليون فدان صالح للزراعه، عندنا المستغل منه حتى الان 30% فقط. عندنا 70% غير مستغله، اراضي جاهزه للزراعه او معدل الزراعه. عندنا تنوع في مصادر المياه، يعني لم نعتمد على نهر النيل فقط او 18.5 مليار متر مكعب والحديث عن صد النهضه وتعقيدات صد النهضه الان، ولكن ايضا لدينا بخلاف حصتنا في مياه النيل لدينا المياه الجوفيه والاحواض المتجدده بصوره كبيره، لدينا المياه المستغله من الامطار، ودي كميات كبيره جدا. اذا ما قامت الدوله بانشاء برنامج لحصاد المياه، يعني الدوله اذا عملت سدود في مناطق الخيران والاوديه لحصاد المياه، يمكن ان يتم زراعه اكثر من دوره زراعيه في كردفان ودارفور ومواقع كثيره لم ياتي اليها النيل. كل هذه الاشياء الدوله تحتاج الى برنامج وطني كبير لقيام هذا الامر. لدينا 150 كيلومتر على ساحل البحر الاحمر، ونعلم ان الصراع العالمي الان كله الان على ساحل البحر الاحمر بشكل اهميه كبيره جدا. 750 كيلومتر على هذا الساحل لم تستغل حتى الان، لدينا حياه بحريه كامله، لدينا افضل مواقع الغطس في العالم بشهاده كل السياح على مستوى العالم اللي هي جزيره سنجنيب المسجله عالميا، لدينا امكانات وقدرات هائله، ولكن لم تتوفر حتى الان الاراده السياسيه والبرنامج الاقتصادي الوطني المدعوم بإرادة سياسية، لم تتوفر الأموال التي بدلا من الفساد والتعدي على المال العام أن توجه لمصلحة المواطنين، لم نستقبل الاستثمارات ونزيل البيروقراطية والتعقيدات وغيرها من الأشياء والرشوة حتى نستطيع أن نجذب الاستثمارات إلى السودان. لدينا إمكانات وقدرات محمية الدندر، إمكانات سياحية كبيرة، أنا أفتكر دي كل هذه العوامل. لدينا موقع جغرافي لا توجد أي دولة في المنطقة تحلم بهذا الموقع، اللي هو موقع رابط بين المنطقتين العربية والإفريقية. إذا كان السودان يعني أنشأ مطار السودان الجديد أو مطار الخرطوم الجديد، كان من الممكن أن تكون عائداته السنوية 3 مليار دولار، ولكن للأسف الشديد هذا المشروع الذي يعني استمر لفترات طويلة ولم ينشأ منه شيء حتى الآن. نأمل أن الدولة تسعى في، ولن تخسر الدولة دولارا واحدا، نظام البوست سيستم اللي هو الانشاء والتشغيل والنقل الملكيه، تاتي شركات عالميه لتنشئ هذا المطار، والمطار قادر ان يستريد هذه الاموال في خلال 4-5 سنوات، ثم تعود ملكيته للدوله بصوره اساسيه. كل هذه العوامل يمكن ان تحسن مؤشرات الاقتصاد بصوره كبيره. السودان لديه 106 مليون راس من الماشيه، يعني تصنيف العالمي تصنيف متقدم جدا لامتلاك الثروه الحيوانيه، ولكن لا توجد سياسات واضحه لكي نصدر اللحوم. بدات الان خطوات في تصدير اللحوم بعد تاهيل المسالخ الموجوده وانشاء مسالخ اخرى. افتكر كل الخطوات محتاجه برنامج وطني، محتاجه مواقيت زمنيه محدده لتنفيذ هذه الاشياء حتى يستطيع السودان ان يزيد من حصيله النقد الاجنبي من خلال الصادرات، ويجري احلال الواردات، ويقلل حجم العجز في الميزان التجاري، ويتخلص من مشكله عدم استغلال سعر صرف العمله الوطنيه والتراجع المستمر لقيمه العمله الوطنيه من العملات الاجنبيه، ويقلل معدل التضخم الذي سيؤثر كثير جدا على كل المواطنين السودانيين في المرحله القادمه. هو دكتور كلامك مطمئن، يعني حديثك مطمئن، ولكن في نفس الوقت هو ممكن يكون محزن. يعني احنا يكون عندنا كل الخيرات دي ولكن ما يتم استغلالها، يعني كل الأراضي الزراعية دي، الثروة الحيوانية، المناطق السياحية، المياه، كل شيء عندنا متوفر، ولكن زي ما ذكرت بعض الخلل ممكن يكون موجود، ما رأس المال، الإرادة السياسية وغيرها. أحيانا برضو الشباب يمكن يتوجهوا مع توجيه السياسي عموما في السنوات الماضية، يعني لو تكلمت مع 100 شاب قلت لهم تمشوا أي منطقة من المناطق الزراعية سواء كان في الشرق ولا الغرب ولا الشمال أو الجنوب، فممكن من 100 4 أو 5 يقول لك نحن ممكن نمشي. أسهل حاجة بيفكروا فيها الاختراب، إنه مثلا يختربوا، ده الموضوع السهل ممكن يكون بالنسبة لهم، لكن زراعي، كهربائي، مهندس، غيره، إنه يمشي يتجه للولايات ويحاول يقدم فيها، يمكن دي من ضمن السياسات، يعني محتاجين لمغريات أكبر ومحتاجين لتوفيق أوضاع بشكل أكبر عشان يكون المكان ده مغري بالنسبة لهم إنه يشتغلوا فيه. ولكن نحن في المرحلة الحالية والقادمة محتاجين نشتغل بالكوادر الشبابية الكبيرة الموجودة عندنا دي. صحيح، ولكن هذا البرنامج الذي يعتمد على الإنتاج والإنتاجية بصورة كبيرة هو برنامج أثره بيظهر في المدى المتوسط والبعيد، ولكن الأثر في المدى القصير الدولة تحتاج إلى سياسات عاجلة، منها قضية الذهب على سبيل المثال. يعني أنه الدولة تستفيد من الذهب المنتج في السودان، يعني الحديث الآن متضاربة لأنه في السودان ينتج 200 طن من الذهب، ولكن لم نحصد شيء من 200 طن. القرارات الرسمية أو الإحصاءات الرسمية في عدة سنوات ماضية كان حوالي متوسط 100 طن،
ولم تستطع الدولة أن تحصد هذه المطن. كان الصادرات كلها ما بين 10 إلى 20 طن، قد تصل في أفضل الأحوال إلى 30 طن خلال العام. الآن الإنتاجية في الربع الأول حوالي 8 طن، إنتاجية ضعيفة جدا الآن وتحتاج إلى زيادة، ولكن هناك سياسات. ارتفاع عالي جدا في الأسعار. هناك سياسات من قبل الدولة وقررت أخيرا من قبل اللجنة العليا للاقتصادية للطوارئ، اللجنة الاقتصادية، إنه سيتم إنشاء محفظة أو صندوق إلى تمويل الصادرات وأيضا تمويل السلع الواردة الاستراتيجية وغيرها من الأشياء، وأيضا فتح باب تصدير الذهب، ده سيقلل من التهريب، ونتمنى أن يتم إنشاء بورصة للذهب أيضا حتى يستطيع أن يتميز السودان ويمنح أسعار عالمية لكل المعدنين. كل هذه الأشياء في المدى القصير، المغتربين، السودانيين العاملين بالخارج. يعني الدولة حتى الآن، عمر الحكومة الانتقالية الآن عام تقريبا، ولم تجلس مع المغتربين لتعرف ما هي احتياجاتهم حتى تستطيع أن يستفيدوا من تحويلات النقد الأجنبي إلى الداخل. في بنوك الآن زي بنك فيصل أعلن الآن أنه المغترب يستلم التحويل بالعملة الأجنبية داخليا باتفاق مع البنك الأهلي السعودية، وكثير جدا من المعاليات ممكن أن تكون. ولكن كما ذكرت قضية الإنتاج والإنتاجية وهو مشروع في المدى المتوسط والبعيد، يفترض أن تعمل الدولة على تحفيز الشباب ومنح الشباب مساحات ومنح تمويل، والشباب قادر على إحداث التغيير ومنح المعدات، لأن الزراعة الآن أصبح الزراعة ليس العنصر البشري هو العنصر الأساسي في المقام الأول، لكن المكنة الزراعية صحيح. تعطي إنتاجية عالية، بيكون في تقليل لمعدل الهدر في الحصاد بصورة كبيرة جدا، وتوفر على الأقل ممكن 4-5 من الشباب يديروا مشروع فيه عشرات الآلاف من الأفدنة بالتقنية الموجودة وبالتكنولوجيا الموجودة. وهذا المشروع يمكن تطرحه الدولة وتتبناه ويكون له أثر كبير جدا، إضافة للأسر المنتجة، الأسر الصغيرة. يعني التمويل الصغير والأسر المنتجة ممكن أن تنتج ما يكفيها وما يعني يفيض إلى الأسواق، وده كله عملية ممكن لو تمت بصورة كبيرة جدا ممكن أن تخلق استقرار كبير جدا في أسعار السلع والخدمات. طيب الإشكالية الموجودة عندنا هي في إصدار القرارات ولا في تنفيذ القرارات؟ عموما بتخدم الاقتصاد السوداني. مشكلتنا الأساسية في الاقتصاد طيلة العقود الماضية منذ الاستقلال وحتى الآن في تنفيذ القرارات وتنفيذ القوانين وتطبيق القوانين. يعني تصاغ القرارات وتصدر وتصاغ القوانين بصورة جيدة وتصاغ الخطط والبرامج بصورة كبيرة جدا، ولكن مشكلتنا في التنفيذ، ومشكلتنا في المحاسبة، ومشكلتنا في المساءلة، ومشكلتنا في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. أنا أضيف لها كمان في الوقت المناسب. يعني قد يأتي وزير مالية يكون لديه قدرة كبيرة جدا وأثبت نجاح في أنه يدير اقتصاد الندرة إذا كانت الدولة تعاني من ندرة في المال. لا يصلح هذا الوزير أن إذا كان تحول الاقتصاد من الندرة إلى الوفرة، لأنه قد لا يستطيع أن يدير اقتصاد الوفرة، أو العكس صحيح، زول أجاد إجادة كبيرة جدا في إدارة اقتصاد الوفرة قد لا يستطيع إدارة اقتصاد الندرة. وأبسط للمشاهد في هذا الأمر، إذا شخص فقير دخله 2000 جنيه في الشهر وشخص غني دخله مئات الملايين في السنة في هذا الأمر في الشهر، إذا كان شلت الشخص الفقير ووضعته هناك قد لا يستطيع أن يدير هذه الأموال بالكفاءة الذي يديرها الشخص، وكان أتيت بالغني في مكان الفقير ب 3000 جنيه و 2000 جنيه في الشهر قد لا يستطيع أن يعيش. هذا نموذج للشخص الذي عنده القدرة أن يدير منزله بالموارد الشحيحة، والشخص الذي عنده القدرة أن يدير الأموال الكبيرة. صحيح ممكن بعد مرور فترة زمنية كبيرة أن يتعود هذا على إدارة هذا المال، ويتعود ذلك أن يتعايش مع هذا الأمر، ولكن بيكون ضاع وقت كبير جدا في تعود على هذا الأمر. لذلك نقول أن هذا الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية، يحتاج إلى برنامج وطني، يحتاج إلى تنفيذ. مشكلتنا كلها في التطبيق، نضع الخطط وتأتي النتائج بنسبة أداء 10% 20% ولا يسأل المسؤول. ولدينا مشكلة، لم نرسي أدب الاستغالة حتى الآن. يفترض المسؤول الذي أخطأ في أداء مهامه أو فشل كبير جدا يتقدم باستغالته أو يقال يعني في هذا الأمر. كذلك المحاسبة في قضية الفساد والتعدي على المال العام، لكلها أدبيات لابد أن نرسيها في المرحلة القادمة لكي تكون حكومة ما بعد الثورة جادة في معالجة هذا الأمر. لأنه في الأول وفي الأخير بيدفع الثمن هو المواطن من جفة الملاحظ، ما بيقدر أصلا هو يشتريها أو يجيبها. حنتكلم نحن عن العالقين برضو، قضية مهمة جدا في المرحلة دي، وحنشوف إن شاء الله من خلالك رسائل للجهات المسؤولة وأيضا للمواطنين. ولكن نهديك اللحمة القادم دي ليك ولكل المشاهدين الكرام، عقد الجلاد، ونرجع مرة تانية. Thank you.
مني خدي بشوف عز الدبدبة بنت البريدة مرتبة دار بلاك والمكتبة جات من مكتبة أهلا من جديد وكل التحايا المسائية لفرقة عقد الجلادة الموجودين معنا دايما بأغانيهم وبألحانهم بأدائهم المميز في كل المحافل لهم شعبية كبيرة جدا عند كل المواطنين وحافظين كل أغانيهم عن ظهر قلب لهم كل التحايا المسائية دكتور محمد الناير ولأنه ما قدامنا زمن طويل عايزة تعلق لي على قضية العالقين ديال يعني قضية استفزت كل الناس ما بين مؤيد برضو ما بين معارض ولكن أغلب الناس هي مؤيدة لعودتهم خصوصا الموجودين في الدول الشقيقة لأنه وجودهم فيه ضغط اقتصادي كبير جدا عليهم هم شفنا لهم كثير من الصور والفيديوهات هم موجودين على الطرقات يعني بالتأكيد قضية العالقين قضية مأساوية ولعل في مصر يمكن هذه القضية تجذر بصورة كبيرة للأعداد الكبيرة الموجودة هناك باعتبار صحيح. أن التوجه نحو مصر كان للعلاج وغيرها من من القضايا الأخرى كان معدلاته كبيرة بصورة هناك الدولة فاجأت الناس بتوقف حركة الطيران بصورة مفاجأة. لم تسمح حتى بعودة الناس بصورة أساسية توقف حركة النقل البري وكان في ذلك إجراءات لحماية البلاد من تفشي هذا الفيروس وهذا أمر يعني مقبول في تلك الفترة ولكن أن تستمر يعني هذه الفترة الطويلة دون إيجاد معالجات هذه هي المشكلة التي تحسب على الدولة في المقام الأول
لاحظنا مطار خرطوم استثناء تم فتحه لإجلاء كثير جدا من رعايا الدول، لأنه الدول التي تجد ورغم أنه السعر أؤكد أن الدول التي لديها رعايا في السودان هم في مأمن، لأنه تفشي الفيروس الآن في السودان أقل بكثير جدا من كل دول العالم. ورغم ذلك كثير جدا من الدول أرسلت طائرات خاصة وأجلت رعاياها بصورة أساسية. كون السودان ما يقوم بهذا الأمر أنا أفتكر ده تقصير كبير جدا من قبل الدولة، وأنا أفتكر ما يحدث الآن رسالة سالبة أمام المجتمع الدولي لمواطنين سودانيين من حقه من يأتوا، ولكن يأتوا وفقا لضوابط شروط محددة. يعني الدولة يفترض أن توفر موازنة كاملة لهذا الأمر المهم والضروري. وكذلك القطاع الخاص الآن هناك تفاعل، هناك الآن إسهامات في جروبات الواتساب، الآن نشاهد تبرعات سخية جدا من رجال الأعمال، وهناك رجال أعمال التزموا باستيعاب عدد ضخم جدا من العيادين من مصر في أماكن مهيئة في مزارع ضخمة تستوعب هذا الأمر. بالتالي يفترض يكون المسؤولية بين القطاع العام والقطاع الخاص، الدولة الحكومة والقطاع الخاص لاستقبال هؤلاء، ويفترض أن تكون تكاليف ترحيلهم بالكامل على الدولة والتبرعات التي تأتي من القطاع الخاص، وأن لا يكون هذا ما أشيع في المرحلة السابقة أنه الشخص يتحمل تكاليف الطائرة ويتحمل تكاليف الإقامة غيرها من الأشياء. دي المواطنين السودانيين واجب على الدولة أن تجليهم من الأماكن الموجودين فيهم إلى السودان، ومن ثم تتبع الإجراءات في أن يكون في عزل للمدة القانونية بترتيبات محددة بالتزام عشان ما يكون في ازدياد لحالات الكورونا، وخصوصا أنهم هم مرهقين نفسيا وجسديا، ربنا يرجعهم بالسلامة إن شاء الله للسودان ولأهلهم. بشكرك جدا دكتور محمد الناير خبير اقتصادي، الزمن كان قصير جدا ولسه عندي عدد كامل المحاور عن الجوانب الاقتصادية وكيف نقدر نتعامل معها في فترة تمديد الحظر والفترة المقبلة إن شاء الله في السودان. بكده انتهت حلقتنا، ولحد ما ألاقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة وموضوع أيضا جديد مختلف عبر فضائية الشروق، في أمان الله وحفظه.